طيب نبدأ في حل اكسرسايز 1.2. سؤال رقم واحد بيقول لي بالأسئلة من سؤال 1 إلى 8، بيقول لي جيب لي أو حدد لي أو حدد لي السايز تبع المصفوفة. طيب زي ما تعلمنا إحنا نعرف إنه المصفوفة مكونة من صفوف وأعمدة، صحيح؟ فعشان نكتب السايز تبع أي مصفوفة نعد الصفوف بعدين نقول ضرب نعد الأعمدة ونكتبهم. يلا شوف السؤال رقم واحد، نبدأ الآن هنا كم صف عندي؟ صفين 3، فأقول هنا السايز 3 صفوف بعدين ضرب كم عمود؟ 1 2 3، فالمصفوف الأولى من السايز 3 ضرب 3. أوكي نجي الآن في سؤال رقم 2، نعد كم صف؟ صفين، فأكتب هنا 2 ضرب، نعد كم عمود؟ 1 2 3 4، فهنا السايز تبع المصفوفة هذه 2 ضرب 4. نشوف السؤال رقم 4، كم صف عندي؟ 1، فأكتب 1 بعدين نحط علامة ضرب كم عمود؟ 1 2 3 4 5، فهذه المصفوفة مكونة من صف واحد مضروبة في من صف واحد وخمسة أعمدة. طيب وهكذا بقية الأسئلة. سؤال رقم 8، نعود كم صف؟ 1 2 3 4 4 ضرب، كم عمود؟ واضح انه عمود واحد فقط هذا هو. اوكي طيب هذا السؤال الاول، وهكذا بقية الاسئلة. يعني مثلا لو تجي هنا، هنا كم صف؟ 1 2 3 4، كم عمود؟ 1 2 3 4 5، فهنا مصفوفة 4 5، وهكذا كل الأسئلة زي كذا. واضح إن شاء الله؟ فالسؤال الأول جدا بسيط وما يعني حيجي منه في الاختبار، فحرام ضيع على درجات، اختيارات غالبا تجي. طيب الأسئلة من 9 إلى 14، أوكي المقرر عليكم فقط له 11 و12 و14. يقول لك في كل المصفوفات المعطى لك في الأسئلة هذه حدد لي أي واحدة منها هي في الرو وشيلن فورم، وإذا كانت في الرو وشيلن فورم شوف لي هل هي كمان ممكن تكون في الريديوس رو وشيلن فورم. بكل بساطة إيش الفرق بين الرو وشيلن فورم والريديوس رو وشيلن فورم؟ أنا كاتبها هنا. طبعا لو قال لك في المسألة حل لي النظام ده باستخدام جاوس إليمينيشن، يعني معناته تكون في صورة رو وشيلن فورم. فلو قال لك في السؤال حل لي بجاوس جوردن إليمينيشن، معناته تحل المصفوفة بطريقة رو ريديوس رو وشيلن فورم. وش الفرق بيناتهم؟ الرو وشيلن فورم اختصار شيء جدا، يكون عندي نظام لما نحول الى مصفوفة مثلا يكون عندي في كل صف ليدنج وان اول عنصر لا يساوي صفر ولا واحد وتحته اصفار، مثلا يجي في الصف الثاني اول عنصر لا يساوي صفر لا يساوي صفر ولا واحد تحته اصفار، يجي في الصف الثالث اول عنصر لا يساوي صفر مثلا هو الواحد وتحته اصفار. فوق ما يهمني، فوق الليدنج وان ما يهمني ايش، هنا ما يهمني ايش. اوكي وهكذا هذا الرو وشيلن فورم، واحد وتحت اصفار، فوق الواحد ما يهمني ايش. طيب بالنسبه للريديوس رو وشيلن فورم، الشكل الثاني الريديوس رو وشيلن فورم يكون عندي مصفوفه لتكون مثلا من سايز 4 في 4، شوف واحد وتحت اصفار بعدين واحد وتحت اصفار وفوق اصفار، هنا ذكر هنا يكون عندي واحد فوق صفر وصفر وهكذا. اوكي فالفرق في الطريقتين انه الرو وشيلن فورم واحد وتحت اصفار، فوق الواحد ما يهمني ايش، اما في الريديوس رو وشيلن فورم واحد وفوق اصفار وتحت اصفار. واضح ان شاء الله؟ هذا فرق بين الطريقتين. فتعالوا نشوف اي وحده في الريديوس ريديوس وشيلن فورم واي وحده في الريديوس رو وشيلن فورم. يلا طيب معلومه، مو شرط اذا كانت المصفوفه في الرو وشيلن فورم انها تكون في الريديوس رو وشيلن فورم، قد تكون المصفوفة في صيغة الرو وشيلن فورم اللي هي واحد تحت أصفار وفوق ما يهمني إيش، ما تكون في الريديوس رو وشيلن فورم. أوكي إذا كانت المصفوفة في الرو وشيلن فورم ممكن تكون في الريديوس رو وشيلن فورم، حلو، لكن في البداية إذا كانت المصفوفة في الأساسية ما هي في الرو وشيلن فورم فمستحيل تكون أصلا في الريديوس رو وشيلن فورم. واضح إن شاء الله؟ طيب سؤال 11، أول شيء نقول أمسك كل صف أول عنصر لا يساوي صفر هو الواحد، لازم أول عنصر ما يساوي صفر لازم يكون واحد. امسك الصف الأول، لاحظوا
أول عنصر لا يساوي الصفر طلع عندي إيش؟ 2 وليس واحدا. هذه من البداية ليست نقول 11 نت، هذه ليست في النت، نقول مثلا كذا نت in row شيلين 4. اوكي خلاص، اذا كانت ليست في الرو شيلين 4 فمستحيل تكون في الريدوس رو شيلين 4. اوكي طيب، فنحط اكس اكس على معناتها ليست في الرو شيلين 4 وليست في الريدوس رو شيلين 4. تعالوا في سؤال 12، يلا نمسك الصف كل صف نشوف اول عنصر لا يساوي صفر ولا واحد موجود ولا لا. اول عنصر لا يساوي صفر ولا واحد، نعم هنا. طيب فوق، طبعا فوق ما في شيء خلاص، راح اشوف تحته، تحته اصفر نعم. نجي في الصف الثاني، اول عنصر لا يساوي الصفر والواحد، لا نعم وجدته هنا، تحته اصفر نعم. اجي الصف الثالث، اول عنصر لا يساوي الصفر وينه؟ هنا واحد هو. طيب تحته ما في شيء خلاص، اوكي ما يهمني اللي فوق. اذا هذه في الرو شيلين فور، واحد وتحته اصفر في كل صف. اجل انا اشيك على هي تكون في الريديوس رو شيلين فورم، يلا اول عنصر لا يساوي الصفر والواحد، تحته اصفر فوقه ما في شيء، اوكي نعم هذا الصف الاول. الصف الثاني، اول عنصر لا يساوي الصفر وهو هنا، هذا هنا تحته اصفر فوق اصفر نعم، حقق لي الشرط في الصف الثاني. اجي الصف الثالث، اول عنصر لا يساوي الصفر والواحد وين موجود؟ هنا تحته ما في شيء، فوقه لازم يكون هذا صفر، الثلاث لازم تكون صفر، والاثنين لازم يكون صفر عشان تكون في الريديوس رو شيلين فورم. فهذه في الصف الثالث ما حقق لي شرط انه تحته اصفر وفوقه اصفر، فليست في الريديوس رو شيلين فورم. فهي موجوده، هي نعم في الرو شيلين فورم، الا واحد تحته اصفر وفوقه ما يهمني شيء، لكن ليست في الريديوس رو شيلين فورم. لماذا؟ انه في الصف الثالث لاحظوا الليدنج ون فوقه مش اصفر، واضح؟ وانا حاصح على الرو شيلين فورم وخطا على الريديوس رو شيلين فورم. طيب السؤال اللي بعده لاحظوا معايا، سؤال 14 المقرر عليكم، نجي نشيك، أول عنصر لا يساوي الصفر والواحد في الصف الأول، نعم هذا هو، تحته أصفر نعم، صفر صفر، فوقه ما في شيء. الصف الثاني، أول عنصر لا يساوي الصفر والواحد وين؟ أهو تجي نشوفه هنا، تحته أصفر نعم، فوقه أصفر. أول شيء خلينا نشيك على إيش؟ الروت الانفورم، تحته أصفر نعم، وفي صف صفري نعم، صف صفري يكون في آخر صف ما في شيء، إذا هذه المصفوفة في الرو يشيل فور. طيب السؤال، هل هي في الريديوس رو شيلين فورم معنى واحد وتحته اصفار وفوقه اصفار؟ الصف الاول نعم حقق لي الشرط، الصف الثاني نعم شوف هنا واحد فوقه صفر وتحته صفر نعم، الصف الثالث كله اصفار، اذا نعم حقق لي شرط الريديوس رو شيلين فورم. فهذه المصفوفه نعم تحقق لي الشرطين، موجوده في الرو شيلين فورم وموجوده في الريديوس رو شيلين فورم. اوكي طيب، هذه الاسئله تجي اختيارات طبعا، يعني هذا السؤال، هذه اسئله السايز، ومن 9 ل 14 تجيك اختيارات. طيب نجي الان لاسئله اللي تجينا اسئله حل. سؤال 24 و عندكم 29 و 31 و 34. السؤال باختصار يقول لك حل لي هذا النظام الخطي، اما باستخدام جاوس اليمينيشن اللي هو الرو شيلين فورم معنى واحد وتحته اصفر وفوق اصفر، او بايش؟ جاوس جوردن المنسله، واحد تحت اصفر وفوق اصفر. اوكي؟ طبعا قال لك باك سبستيوشن، هذا يكون مع جاوس الاليمينيشن، يعني انت لما ايش؟ تقول واحد تحت اصفر حيقعد عندك كل صف قلت ايش؟ تعوض بالصف اللي قبله، زي ما تعلمنا في الدرس. طيب يلا نبدا نحلها. 24 و 31 و 29 و 34، يلا. انت مخير. يلا بسم الله. السؤال رقم 24 أعطاني المعادلة 2x زائد 6y يساوي 16، حلو؟ وأعطاني المعادلة الثانية minus 2x minus 6y يساوي سالب 16، قال لك حلها إما بقاوس العادية اللي واحد تحته أصفار وفوقه ما في وفوقه أي حاجة ما يهم، أو قاوس جوردن اللي هو واحد تحته أصفار وفوقه أصفار، أنت مخير. طيب نبدأ نحل، أول شيء لازم نحول النظام الخطي إلى مصفوفة، مصفوفة الأرجيومنت ماتريس هي مصفوفة الموسعة اللي فيها مصفوفة تحتوي على المعاملات مع الثوابت، الثوابت العالمية مساوية. يلا نمسك أول معادلة، نكتب ايش المعاملة تبعها في الصف الأول هنا،
معامل اكس هنا 2، معامل واي 6، وتقدر تحط كده نقاط او ما حتى ما حطيتها ما يفرق. وحد الثابت اليمين المساوي كم؟ 16. نفس الطريقة اخذ المعادلة الثانية احطها في الصف الثاني. اوكي، اول عنصر هو معامل اكس اللي هو سالب 2، والعنصر الثاني معامل واي سالب 6، والعنصر الثالث معامل او الحد الثابت هو سالب 16. اوكي، الان يلا لازم احلها على شكل رو هيلنفورم او ريديوس رو هيلنفورم. اول عنصر لا يساوي صفر لازم يكون واحد، فهنا طلع عندي 2. فهنا اول شيء لازم احول 2 ده لواحد، كيف؟ اقسم على 2 ومعنى اضرب في نص. فنقول نص في الصف الاول. اوكي، اضرب الصف الاول كامل في نص، 2 على 2 يعني يصير 1، 6 على 2 كم فيها؟ 3، 16 على 2 يعني كم فيها؟ 8. يعني نص، يعني كده بتقسم على 2. الصف الثاني زي ما هو ما سويت فيه شيء، سالب 2 سالب 6 سالب 16. اوكي، الان لازم اللي تحت الواحد في العمود الاول ده اخلي ايش؟ صفر. ايش اسوي باستخدام الصف الاول؟ ايش اسوي؟ ايش العمليه اللي اسويها؟ مثلا اضرب رقم في الصف الاول واجمع عليه الصف الثاني يعطيني هذا العنصر اصفره. الصف الثاني هو عباره عن 2، فاقول لك اذا ضربت الصف الاول في 2 زائد يعني جمعت عليها الصف الثاني وكتبت الناتج في ار 2، اوكي، ايش حيصفر عندي هذا العنصر. طبعا العمليه دي سويها كلها على الصف الثاني. الصف الاول ما سويت فيه شيء، 1 و3 8. الصف الثاني اضرب 2 في الصف الاول واجمع على الصف الثاني، 2 في 1 ب 2 ناقص 2 0، 2 في 3 6 ناقصا 6 0، 2 في 8 16 ناقص 16 0. اوكي، لاحظوا معي الان صار عندي، لاحظوا عندي في المصفوفه طبعا هنا هذا على اليمين الخط، هذه ليش المعاملات الثوابت اللي يمين المساواة في المعادلة. إذا طلع عندي صف صفر يساوي صفر، صف كله صفري، معناته إيش؟ هذا النظام إيش؟ له حل لا نهائي، infinitely solution. إذا طلع عندي صف يساوي صفر يساوي صفر، على طول هذا إيش؟ عدد لا نهائي من الحلول. هذا يحل بالباراميتر. اوكي، يحل بالبارامتر. كيف يعني بارامتر؟ افرض اول شيء متغير. اول شيء تعالوا من الصف الاول هنا اكتبوا، طبعا هذا عمود اكس، هذا عمود واي، وهذا المساواه. اوكي، الثابت. يلا اكتبوها. حتقول لي من الصف الاول معامل الاكس بواحد، فاقول اكس اثنين. لاحظوا معايا عندي هنا هذا معامل واي، فتكتبه زائدا 3 واي يساوي كم؟ 8. طبعا الصف الثاني صفر وثاني صفر ما تكتب المعادلة. الآن إذا كان عدد المعادلات أقل من عدد المتغيرات، أوكي، فالنظام له عدد لا نهائي من الحلول. يحل بالباراميتر. عندي كم فاريبل؟ عندي إكس وواي، يعني تو فاريبل. كم معادلة؟ معادلة واحدة. طيب أنا بشوف كم باراميتر، كم باراميتر أفرضه؟ الطريقة يقول لك اقسم أو اطرح المجاهيل من عدد المعادلات. كم مجهول عندي؟ 2، فاقول لك 2 ناقص معادله واحده، كم حيطلع عندي؟ 1. 1 يعني لازم الفاريبل اللي بختاره بالبارامتر يكون فقط 1، رمز 1، اما تي او اس، اي رمز. اوكي، طيب انا بكيف هنا؟ عندي اما افرض المتغير باكس او واي، بكيفك. فافرض مثلا نقول اكلت، اوكي، مثلا الواي تساوي تي. اوكي، طيب الاكس ايش تساوي من معادله رقم 1؟ الاكس اخليها في طرف، اكس تساوي اودي هذه هناك 8 ناقصا 3، والواي فردتها بتي فحط مكانها تي. اوكي، خلاص، اذا الواي تساوي تي والاكس تساوي 8 ناقص 3 تي، وتقول حيث ان التي تنتمي الى مجموعه العلاقه تي، اي رقم، اي رقم في الدنيا، سالب موجب كسر اي حاجه، بس هذا هو الحل، بس انتهى الحل. طيب السؤال رقم 29 اعطاني نظام الخط اكس 1 ناقصا 3 اكس 3 يساوي سالب 2.
وعندك هنا 3x1 plus x2 minus 2x3 يساوي 5. أوكي؟ وعندك معادلة ثالثة 2x1 زائدا 2x2 زائدا x3 يساوي 4. أوكي؟ حل هذا النظام. طيب نحول النظام هذا إلى مصفوفة أرجيومنت من صف موسع، حيث أن الصف الأول هو إيش؟ المعادلة الأولى x واحد معاملها واحد، هنا ما في شيء، هي معناتها صفر لإكس اثنين فيكون صفر. هنا x ثلاثة معاملها كم؟ سالب ثلاثة، فأكتب سالب ثلاثة. بعدين نحط النقاط دي هنا أو خط عايمين النقاط دي اللي هو العمود حق إيش؟ الثوابت. هنا سالب اثنين، هنا خمسة، هنا أربعة. ونكمل يلا الصف الثاني، عندك معامل x واحد ثلاثة، معامل x اثنين بواحد، معامل x ثلاثة بسالب اثنين، وأيضا الصف الثالث زي ما هو اثنين اثنين واحد. أوكي، هذه المصفوفة الموسعة. أيضا نحل الآن، نمسك كل صف، أول عنصر لا يساوي الصفر والواحد، نعم موجود عندي هنا الصف الأول، تحته لازم يكون أصفار، يعني معنى آخر لازم أصفر الثلاثة هذه أخليها صفر، والثانية إذا لازم أخليها صفر. كيف؟ باستخدام الصف الأول دائما إيش؟ العنصر اللي هو واحد هذا سهل لي في الحل. يعني شوف أنا إيش أي رقم الواحد أسهل شيء عندي في الحل، فأمسك الصف الأول باستخدام الصف الأول أجري عملية على الصف الثاني والثالث عشان أصفر الثلاثة والاثنين. فشوفوا الآن لو بصفر الثلاثة إيش أسوي؟ أضرب الصف الأول في سالب ثلاثة، يعني الصف الأول معناته آر واحد، وأجمع عليها الصف الثاني، والناتج ينكتب في الصف الثاني. أيضا ممكن أجري عمليتين في خطوة واحدة، أضرب الصف الأول في سالب اثنين آر واحد، زائد أجمع عليها الصف الثالث، والناتج أكتبه في الصف الثالث. أوكي؟ يلا، بمعنى آخر الصف الثاني والثالث بتغير، الصف الأول ما بيتغير، فالصف الأول يبقى زي ما واحد صفر سالب ثلاثة سالب اثنين. يلا الآن نبدأ نغير الصف إيش؟ الثاني. أضرب الصف الأول في سالب ثلاثة زائد كل عنصر، يعني سالب ثلاثة هنا في واحد بسالب ثلاثة زائد ثلاثة صفر. بعدين سالب ثلاثة في الصفر، صفر زائد واحد يعطيني إيش؟ واحد. بعدين سالب ثلاثة في سالب ثلاثة تسعة وناقص اثنين كم يعطيني؟ سبعة. بعدين أضرب سالب ثلاثة في سالب اثنين يعطيني إيش؟ ستة زائد خمسة يعطينا كم؟ 11. يلا الآن في الصف الثالث، أضرب الصف الأول في سالب اثنين وأجمع عليه الصف الثالث، سالب اثنين زائد واحد يعطيني سالب اثنين، وزائد اثنين الصف الثالث هنا لاحظوا يطلع معايا صفر. يلا أمسك ذا سالب اثنين في صفر، صفر زائد اثنين يعطيني اثنين. الآن بتكلم علاقة بين الصف الأول والثالث. يلا أمسك يلا سالب اثنين في سالب ثلاثة يعطيني ستة، زائد واحد سبعة. يلا بعدها سالب اثنين في سالب اثنين يعطيني أربعة، زائد أربعة كم في؟ صار ثمانية، أكتب هنا ثمانية. أوكي؟ خلاص العمود الأول صفرت اللي تحت الواحد، باقي الآن أمسك الصف إيش؟ الثاني. أول عنصر لا يساوي صفر والواحد، نعم اللي تحت لازم أخلي صفر، كيف أخلي صفر؟ باستخدام الواحد ده بمعنى الصف الثاني، أضرب سالب اثنين في الصف الثاني وأجمع عليه الصف الثالث، والناتج أكتبه في الصف الثالث. أوكي؟ يلا معنى الصف الأول والصف الثاني ما تغيروا، أكتبهم واحد صفر سالب ثلاثة سالب اثنين، صفر واحد سبعة 11. يلا أضرب الصف الثاني في سالب اثنين، أمسك كل عنصر، سالب اثنين في الصفر بصفر زائد صفر صفر، يعني سالب اثنين في واحد بسالب اثنين زائد اثنين صفر. بعدين سالب اثنين في سبعة، سالب 14 زائد سبعة يعطيني سالب سبعة. بعدين سالب اثنين في 11، سالب 22 وزائد 8 حيكون كم؟ دقيقة، سالب 22 وزائد 8 حيكون سالب 14. أوكي؟ يلا أنا أمسك صفتي، الصف الثالث عندي أول عنصر لا يساوي صفر مش واحد، سالب 7، فلازم أخلي سالب 7 إيش؟ واحد. معنى آخر أقسم الصف الثالث على سالب 7، فأقول لك إيش؟ نقول R تقول إيش؟ تكتب زي كذا R3 على سالب 7،
اوكي يلا، واحد صفر سالب ثلاثة سالب اثنين، صفر واحد سبعة احد عشر، صفر صفر سالب سبعة على سالب سبعة يعطيك واحد، سالب أربعة على سالب سبعة يعطيك كم؟ اثنين. اوكي طيب لاحظوا معايا، يمديك كمان تكمل يعني اذا بتحلها انت كده كده وانت كده هذه الطريقه كده، واحد تحت اصفار شوفوا هنا، واحد تحت اصفار واحد وتحت اصفار تحت الصفر الواحده ما في شيء فوقه ما يهمني، هذا بالقاوس العاديه. لو تبغى تحلها بالجاوس جوردن راح تصفر ده، سوري راح تصفر ده وده، كيف تقول سالب 7 ار 3 زائد ار 2 و3 ار 3 زائد ار 1 وصفر. تبغى تحلها كذا عاد تبغى تحلها بالقاس العاديه ما في شيء. يلا نمسك كل، طبعا هذا عمود، هذا العمود الاول عمود اكس، هذا واي، او سوري كله اكسات، هذا اكس 1 هذا اكس 2 هذا اكس 3. يلا كل صف نبدا من تحت في القاس العاديه باك سبستيتيوشن، تبدا من تحت. يلا هذا اكس 3 يعني معامل اكس 3 بواحد، فنقول اكس نكتب من تحت من الصف الثالث نرجع نكتب معادله، معادله الصف الثالث اكس 3 طبعا هنا هذا الخط يمين الخط مساواه يساوي كم؟ 2. طلعت اول شيء اكس 3 حطها داخل مربع. يلا باستخدام اكس 3 ترجع في الصف الثاني، اكس 1 بصفر ما تقول، تجي اكس 2 معملها بواحد تقول اكس 2 زائدا 7 اوكي اوكي في اكس 3، اكس 3 بكم؟ 2 تساوي 11، ومنها اكس 2 7 في 2 14 اكس زائدا 14 يساوي 11، ومنها ودي 14 هناك فصلت لك اكس 2 تساوي 11 ناقص 14، وهذا اكس 2 تساوي لكم؟ سالب كم؟ سالب 3 بروز اكس 2. الآن عندك اكس 3 واكس 2 ترجع تعوضيهم في الصف الأول. يلا معامل اكس 1 بواحد تجي تكتب تقول اوكي من الصف الأول تقول اكس 1 بعدين زايدا لاحظوا معايا صفر، لأن عندك صفر خلاص تقول زايدا صفر بعدين زايد عندك ناقص ناقص 3 تقول ناقص 3 في اكس 3، اكس 3 بكم طلعتها من المعادلة الأولى؟ 2 يساوي في الصف الأول عندك يمين ايش مكتوب؟ سالب 2 فتكتب سالب 2. خلاص اكس 1 هنا سالب في موجب يعطيك ايش؟ سالبا 6 يساوي سالب 2، ودي سالب 6 هناك صار عندك اكس 1 تساوي سالب 2 زائد 6، ومنها اكس 1 تساوي 6 ناقص 2 كم يساوي 4. خلاص اذا حول المعادله اكس 1 تساوي 4 اكس 2 تساوي 3 او سالب 3 واكس 3 تساوي 2 بس. طيب السؤال رقم 31 اعطاني النظام الخطي عباره عن معادله اولى اكس 1 زائد اكس 2 ناقصا 5 اكس 3 يساوي 3، والمعادله الثانيه اكس 1 ناقصا 2 اكس 3 يساوي 1، والصف المعادله الاخيره عندكم 2 اكس 1 ناقصا اكس 2 ناقصا اكس 3 يساوي 0. اوكي جيب لي قيم اكس 1 اكس 2 اكس 3. يلا اول شيء نحول هذا النظام الى مصفوف موسع ارجيومنت ماتريكس، معامل اكس 1 معامل اكس 2 معامل اكس 3 في الصف الاول، 1 1 سالب 5 يمين الخط عندك الثوابت 3، الصف الثاني معامل اكس 1 ب 1 معامل اكس 2 ما ظهر في صفر معناته معامل اكس 3 بسالب 2 والحد الثابت ب 1، الصف الثالث عندك معامل اكس 1 ب 2 معامل اكس 2 بسالب 1 معامل اكس 3 بسالب 1 وعلى اليمين حيكون ايش؟ صفر. اوكي؟ انا احلها يلا. امسك العمود الاول، اول عنصر لا يساوي صفر الواحد او الصف الاول بمعنى ادق. تحته لازم هذا اصفره.
الواحد لازم يصير صفر والاثنين لازم صفر باستخدام الصف الاول. كيف اصفر الصف الثاني او اصفر الواحد هذه؟ اقول اضرب الصف الاول في سالم اوكي واجمع عليه الصف الثاني صحيح، والناس يكتبوا في الصف الثاني ايضا. كيف اخلي الاثنين هذه صفر؟ اطرح منها اثنين، بمعنى اخر اضرب الصف الاول في سالم اثنين ار واحد زائدا ار ثري، والناتج اكتبه في ار ثري. طبعا واحد يقول انا مصعب كيف 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 اسوي، انا دائما الخبط. لازم تتدرب، لازم تتدرب. هذه المسائل او المصفوفات العمليات عليها بالتدريب، ما حتجي بيوم وليله، كلنا كنا كده. حتى انا في البدايه لما تعلمت ودرست كان الشيء صعب شويه، لكن بالممارسه والتدريب حتكون عليك سهلة. يلا بمعنى آخر الصف الثاني حيتغير، الصف الثالث حيتغير، والصف الأول يبقى كما هو، واحد واحد سالب خمسة ثلاثة. نغير الصف الثاني، أضرب الصف الأول في سالب واحد مع الصف الثاني، سالب واحد زائد واحد صفر، سالب واحد زائد صفر يعطينا سالب واحد، سالب واحد في سالب خمسة يعطيني خمسة ناقص اثنين ثلاثة، سالب واحد في ثلاثة سالب ثلاثة أنا أتكلم هنا زائدا واحد يعطينا كاش سالب اثنين. انا يلا بصفر اثنين، سالب اثنين في الصف الاول يعطيك سالب اثنين زائد اثنين صفر، سالب اثنين في واحد سالب اثنين وناقص واحد يعطينا ناقص ثلاثة، سالب اثنين في سالب خمسة يعطيك كم عشرة ناقص واحد تسعة، سالب اثنين في ثلاثة سالب ستة زائد صفر يعطينا ايش سالب ستة. صفرت الواحد والاثنين. اجل الان الصف الثاني هنا هذا بخلي واحد، كيف اقسمه على سالب واحد؟ اذا الصف او معنى اضربه في سالب، ضربته وقسمت ما حفظ. الصف الثاني اضربه كله في سالب، في سالب، فاقول لك سالبا ار اثنين. اذا الصف الاول حيبقى زي ما هو، واحد واحد سالب خمسة ثلاثة، هنا صفر هنا حصير واحد، هنا سالب ثلاثة هنا اثنين. الصف الثالث يبقى كما هو، صفر سالب ثلاثة تسعة سالب ستة. اوكي؟ طيب الآن هذا لازم أخليه صفر، إنه اللي فوق واحد، هذا الليدنج وان. كيف أخلي سالب ثلاثة بصفر؟ أضرب الصف الثاني في ثلاثة وأضيف عليه الصف إيش؟ شو اسمه؟ الثالث. ممكن كمان أصفر داخل بالجاوز أو الإليمينيشن عادي. فيلا باستخدام إيش؟ خلينا نحط الدائرة بالألوان الأحمر لهذا الليدنج وان. يلا الان لو بصفر الصف الاول ايش اسوي؟ اضرب الصف الثاني في سالب، اقول لك سالبا ار اثنين واجمع عليه الصف الاول، والناتج احطه في الصف الاول، دائما اللي بعد علامه الجمع ولا يتغير. اوكي؟ ايضا لو بصفر سالب ثلاثه كيف ايش اسوي؟ باستخدام الصف الثاني اضرب الصف الثاني في ثلاثه، اقول لك ثلاثه ار اثنين زائدا ار ثلاثه، والناتج اكتبه في ار ثلاثه. اوكي؟ يلا بمعنى الصف الثاني ما تغير، صفر واحد سالب ثلاثة واثنين. الصف الأول كيف أغيره؟ أضرب الصف الثاني في سالب واحد وأجمع عليه الصف الأول، سالب صفر بصفر زائد واحد يعطينا واحد، سالب واحد زائد واحد يعطينا إيش صفر، سالب في سالب ثلاثة يعطينا ثلاثة وناقص خمسة يعطيني إيش سالب اثنين، سالب واحد في سالب اثنين يعطينا سالب اثنين، سالب اثنين زائد ثلاثة يعطينا ايش؟ واحد. انا الصف الثلاثة اغيره، اضرب الصف الثاني في ثلاثة، ثلاثة في صفر بصفر زائد واحد، او سوري ثلاثة في واحد، سوري انا اتكلم عن الصف الثاني مع ايش؟ التالت. اضرب الصف الثاني في ثلاثة، ثلاثة في صفر بصفر زائد صفر يعطينا صفر. يعني ثلاثة في واحد بثلاثة ناقص ثلاثة صفر. بعدين ثلاثة في سالب ثلاثة يعطينا كم؟ سالب تسعة زائد تسعة صفر. بعدين ثلاثة في اثنين بستة ناقص ستة صفر. اي طالع معايا عندي في الصف الثالث فيه صفر يساوي صفر، من يوم ما القى صفر يساوي صفر القى صف صفري، اذا هذا ايش؟ يحل بالباراميتر، فيقول عندي انفينيتني عدد انفينيت لي ميني سوليوشن، انفينيتني سوليوشن عدد لا نهاية من الحلول. يحل بالباراميتر، العمود الاول اكس واحد، العمود الثاني اكس اثنين، العمود الثالث اكس ثلاثة، وهذا بعده علامة المساواة اللي هو ايش هنا. يلا نكمل المعادلتين اللي ظهر عندي من الصف الاول للصف الثاني. الصف الثاني
في الصف الأول عندك معامل ال x واحد بواحد، فتقول x واحد x اثنين ما ظهر بصفر ناقص اثنين x ثري يساوي واحد. الصف الثاني عندي طبعا x واحد بصفر x اثنين بواحد، فأقول لك واحد x اثنين ناقص ثلاثة x ثري يساوي، يقول لا اليمين إلا يمين الخط هذا حيكون إيش الثوابت اللي في اليمين المساواة اثنين. إذن لحظة عندي عدد المجاهيل أكثر من عدد المعادلات، عندي كم مجهول؟ x واحد x اثنين x ثلاثة، كم عندي معادلة معادلتين؟ كم حل بالبراميتر؟ كم البراميتر اللي حددهم اثنين ولا ثلاثة ولا واحد؟ اقسم أو اطرح المجاهيل ناقص عدد المعادلات يطلع عندك واحد. إذن حيكون عندي ون فاريبل، ون فري فاريبل. طيب كيف؟ إيش اللي أحدده؟ الفري فاريبل عندي حيكون x واحد ولا x اثنين ولا x ثلاثة. طالع المتكرر في المعادلة، مين المتكرر عندك؟ ها x ثلاثة هنا و x ثلاثة هنا. إذن الفري فاريبل اللي حفرضه بالt أو بس حيكون x ثلاثة. فأجي أقول لك let x ثري تساوي t. طيب الآن من المعادلة الأولى جيب قيمة x واحد كمعادلة، ومن المعادلة الثانية حط x اثنين في الطرف. يلا إذا أقول لك من معادلة رقم واحد أقول لك x واحد تساوي عندي في اليمين واحد، وهذه سالب اثنين x ثري وداها الطرف اليمين عكس الإشارة، سالب اثنين و x ثري فرضتها إيش بتي، أقول سالب اثنين في تي، أو سوري موجب أعتذر لأنه كان سالب وديته صار موجب. يلا من المعادلة رقم اثنين أودي السالب ثلاثة x ثري هناك، وصل عندي x اثنين تساوي عندي في اليمين أساسا في اثنين، عندي هنا سالب تصير موجب ثلاثة، و x ثري شيل أحط مكانها تي، خلاص هذا هو. إذن و x ثري يساوي تي. أوكي هذه هي المعادلات. وتقول أيضا حيث أن تي تنتمي إلى R، بس هذا هو حل النظام. طيب سؤال 34، أعطاني قال لي X زائد 2Y زائد Z يساوي 8 سالبا 3X ناقصا 6Y ناقصا 3Z يساوي سالبا 21. خلينا نحل هذا النظام. أول شيء نحوله إلى مصفوفة موسعة الأرجيومنت، هنا مع سوري معامل الإكس 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 بواحد، معامل الواي باثنين، معامل الزد بواحد، هنا ثمانية. في الصف الثاني معامل إكس سالب ثلاثة، معامل واي سالب ستة، معامل الزد سالب ثلاثة، ويمين المساواة عندي سالب 21. أوكي؟ يلا بصفر إيش؟ هذا دائما صف تحت الواحد. أوكي؟ كيف أصفر؟ أضرب الصف الأول في ثلاثة، أقول لك ثلاثة آر واحد زائد آر ثري، والناس أكتبه في الصف الثاني، زائد آر اثنين سوري، والناس أكتبه في الصف الثاني. يلا الصف الأول يبقى زي ما هو، واحد اثنين واحد ثمانية. الصف الثاني ثلاثة ناقص ثلاثة صفر، ثلاثة في اثنين ستة ناقص ستة صفر، ثلاثة في واحد ثلاثة ناقص ثلاثة صفر، ثلاثة في ثمانية أربعة وعشرين ناقص واحد وعشرين كم في يعطيني؟ ثلاثة. لاحظوا معايا الصف الثاني هذا صار عندي معادلة صفر يساوي ثلاثة، هذا كلام صحيح هذا كلام خاطئ. إذن هذه بما أنه عندي صفر يساوي رقم يعني صفر ما يساوي صفر، فهذا إيش عندي؟ نو سوليوشن، نظام ليس لوحل، بس بالتوفيق.